اليوم على العشاء أكيد الكل رح يحكوا على الحادث. أكل همه من هلأ، الله يعيننا على هالليلة. بلا ما نروح لكان. شو عم تحكي لك مؤياد؟ اليوم العشاء مع رئيس الجمعية، وإذا اعتذرنا منهم رح يزعجونا أكتر ورح يعملوا منا قصة. أصلا ما عطيناهم الشيك لهلأ. صحيح أمي، ليش لهلأ ما بعتي لهم شيك بالمصاري؟ أمي. نعم حبيبتي. التبرعات تبع الجمعية شو صار مشانهم؟ أكيد المسرح يسألونا عن هالقصة، على أساس نعمل لهم شيك ب1.5 مليون ونبعت لهم إياه الأسبوع الماضي. شو صار فيه؟ هلأ آخر هم الشيك والجمعيات وقصصها، بعدين؟ معك، بس الضغوط اللي علينا ما حدا مقدرها، ورح يفكروا ما معنا هيك مبلغ هلأ. الأسبوع الجاي بحل هالقصة، خلص ارتاحي. مع أنه إذا فينا نعطيهم الشيك اليوم على العشاء بيكون أحسن. ما تبالغي بقلقك، أنا مثلك بتضايقني هالتفاصيل. خلص الأسبوع الجاي رح أدفع، انسي بقى. أهلا وسهلا يا بيك. سيارة لمن؟ للضابط شرف يا خانم، اجى قبلكم بشوي. خير ان شاء الله. خير، شو بده منا هاد؟ عن جد كثير طيبة، يسلموا هاليدين. صحة وعافية. والله بصراحة الرز بحليب، يعني لا تقول مغرورة، بس ما حدا بيساوي مثلي. مشكورة، يسلموا. إذا زبدية صغيرة وعجبوك بجيب لك واحدة تانية. لا لا يسلموا، صحي كتير طيبين، بس حلي قلبي ما فيني أكل أكتر من هيك. صحة وعافية. ممكن يكون راحوا من المستشفى دغري على الشركة، لأنه عندهم شغل كتير. حرام والله، ما بيعدوا حتى بالعطلة. مو مشكلة، بنتظر شوي كمان. يا سبحان الله، استجاب لدعواتي ليكن أجوا. مشغول باله على عمر بيك واجا يسأل عنه، وأنا ضيفته رز بحليب وعجبوه. كيف الحال؟ الحمد لله. رجعت على وظيفتك ولا شو؟ لا، بس كان مشغول بالي بقصة، لهيك كنت حابب شوف بدر بيك، بس ما كان في حدا، والست هندا الله يسلمها أصرت أني أقعد وانطركن. أهلا وسهلا. أهلي. تفضلوا عدوا. أي كيف وضع السيد عمر؟ سمعت أنه مو منيح. عمر بعده على حد، ناطرين يصحى وإن شاء الله ما بيطول. الله يشفيه ويعافيه بسرعة. الله يعافيه. خير، شو بدك من بدر؟ بخصوص شو بدك تشوف؟ لا تفهميني غلط، أنا مالي جاي بصفة رسمية، قلت منه بشوف بدر بيك شوي، ومنه بتطمن منكن على صحة عمر بيك بالمرة. بدر مانو هون، برات البلد. آه بالله؟ أنا بهالفترة عندي وقت فراغ كتير مثل ما بتعرفوا، وإذا عم تتسألوا ليش مهتم بهالقضية، أكيد طبعاً وضع السيد عمر مهم، بس المهم أكتر عندي واللي مرتبط بقضية سابقة، موضوع سلاحي اللي التقى معه بالسيارة واللي انقتل فيه فرحات. وبهيك حالة عمر طبيعي يكون المتهم الأول بقتل فرحات، وأنا بنصحكم بكل حب تبعدوا عيلتكم عن هالقصة، ولا تتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد بهالتفاصيل. انتوا عيلة كبيرة وإلى وزنة، وإذا نذكر اسمكم بأي تحقيق ممكن تنضروا كتير. على كل لا تأخذوني أخذت من وقتكم بما فيه الكفاية، عن إذنكم. إذنك معك. ها قبل ما أنسى، بدر بيك يوم الحادثة كان بقطر ما هيك؟ بصراحة ما بعرف حضرتك لوين بدك توصل، بس رح جاوبك مزبوط، هو كان بقطر امبارح سافر. لا بدر اليوم سافر على قطر. الحقيقة امبارح بالوقت اللي كان لازم يسافر فيه اضطر انه يعمل لقاء عمل وبقي وما قدر يسافر للصبح.
وهون كان في حفلة على ما أعتقد. إيه، وإذا كنت عم تسأل عن البقية فكنا بالحفلة. بعرف بعرف مؤيد، أصلاً أنا شفت الصور بالجريدة. منيح، معناتها التطورات التهنية اللي حابب تعرفها فيك تشوفها بالجرايد، وإذا بدك فيك تحكي مع السيد بدر، هو بيخبرك كل شيء. شكراً عطية. صحة وعافية. أمي ما بدي اسمع شي بنوب لأني معصبة. فيني أعرف بدر شو عم يعمل؟ بانا. ليش أنا ما عندي علم؟ لأنه ما له لقاء عمل بخصنا، هو بخص بدر لحاله وأنا ما أصريت عليه لحتى يقلي عنه. بس بفضل حسن ضيافة هند خان ومستقبالها، اضطريت أكذب عليه وقل له هالحكي، لأنه بعرف منيح لوين بده يوصل. نهى خانو، أنا من وين بدي أعرف يعني هو شو نيته بالضبط؟ مو ضروري تعرفي شو نيته أصلاً، ما بيصير تستقبلي حدا بغيابنا. بس يا بنتي إذا ما منكون بالبيت ممنوع تستقبلي حدا. كم مرة الواحد بيحكي؟ يا بنتي الله وكيلك، ما كنت عارفاني رح تنزعجوا منه كل هالقد. هو إجا وضل واقف قدام الباب، شو بدي أعمل؟ مؤيد، أمك تجاوزت كتير حدوده وصار لازم تتصرف بقى. بانا أمي الله يسامحك، ما كان لازم تخليه يفوت على البيت، لأنه مو كل الناس مثلك طيبين. أنا كتير آسفة. أمي لحظة. لا تواخذني حبيبي، بس كان ضروري أني حذرة. تعرف نحن مو ناقصنا أبداً لحتى نقعد نتحمل غلاصته. ألو، كيفك عارف؟ منيح، أنت شو أخبارك؟ الحمد لله منيح. أنا آسف أني عم بتدخل بشغلك، بس لازم أوصيك بشغلة مهمة. ولا يهمك سيدي، تفضل. الأفضل أنكم تجيبوا بدر هاكمان لعندكم وتحققوا معه، هاي العيلة في من وراها سر كتير كبير. ماشي سيدي. يلا يعطيك العافية. الله معك. مو رايقة ومو حابة احكي بنوب. فيني اعرف بدر شو عم يعمل بالسر يا ترى؟ لا بالسر ولا بالعلن، انا ما بعرف شي عنه. قال لي عنده شغل خاص وما اعطاني اي معلومات ابدا. بلكي عم يراقب مرته بالسر مثلا. مو ممكن؟ بلكي جميلة بتلاقي غيبة بدر فرصة لحتى تروح لعند مهند وهو حب يراقبها. شو جاب سيرة مهند هلا؟ زواج جميلة وبدر كلها لعبة. شو هالحكي الفاضي؟ أصلاً بدر مستمر بهذا الزواج وهو بيعرف تماماً إنه هي بتحب مهند. جد شي مجنن. نحن فكرنا انه عمر هو احسن واحد بيناتهم. انا ما قلت هالشي، بس انت وثقت فيه ثقة عمياء. اشتغلت معه بس ما وثقت فيه. انا كنت بعرف انه عمر في له حساب معهم. الشغلة الوحيدة اللي ما توقعتها منه انه يكون متورط بهالشغلة. بالنتيجة انت كنت باني امالك عليه وما زبطت. بعدين مو قلت له للمرأة انك انت فعلا كنت واثق فيه كتير؟ تذكر. كله خير أبي. شو رح تعمل هلا؟ ناوي افقس البيض. وبعدين رح نقعد ناكل. خطتي أنا لحد هون